بمساعدة علي عبد الله صالح، وثيقة خطيرة تكشف مخطط الإمارات في اليمن. فلنشاهد التفاصيل. كشفت وثيقة نشرتها مواقع أخبارية يمنية أن انقلاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح الفاشل على الحوثيين أواخر العام 2017 كان بإعاز من التحالف العربي، وأتى ضمن مخطط واسع للإمارات في اليمن. وتتضمن الوثيقة التي يعود تاريخها إلى شهر يوليو من العام 2017 رسالة من علي عبد الله صالح إلى أمين عام المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكة، يحثه فيها على إبلاغ الإماراتيين عن موافقته على العمل معهم ودعم المجلس الانتقالي الجنوبي والفصائل الأخرى المدعومة إماراتيا لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين حزب التجمع اليمني للإصلاح. وتبين الوثيقة أن المخطط للقضاء على الإصلاح هو من خلال قوات يمنية بدلا من القيام بذلك من قبل التحالف مباشرة، تفاديا للضجة الإعلامية والحديث من قبل المنظمات الدولية. ويتحدث صالح في الوثيقة أن الحوثيين خيبوا آمله في القضاء على الإصلاح، موجها بفك الشراكة عنهم والعمل على إسقاطهم من الداخل كي يكون المؤتمر هو الحاكم في الشمال والمجلس الانتقالي هو الحاكم في الجنوب. كما يتحدث صالح عن ما وصفه بقانونية استخدام الإمارات للجزر اليمنية وباب المندب، ويقول أن الإماراتيين أولى بذلك من السعودية. وتتطابق الوثيقة مع الأحداث التي شهدها النصف الثاني من عام 2017 والتي بدأت بالتصعيد الإعلامي من قبل صالح ضد الحوثيين وانتهت بإعلانه التمرد عليهم ثم مقتله، كما تتسق مع ما أعلنه نائب أركان القوات المسلحة الإماراتية عيسى سيف بن عبلان المزروعي مطلع العام 2020 أن من ضمن أهدافهم في حرب اليمن القضاء على الإخوان المسلمين والأحداث الأخرى التي تشهدها المحافظات الجنوبية، أخرها السيطرة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي على جزيرة سقطرى.